أول رحلة ليا بالدراجة الهوائية داخل المغرب. الهدف هو قطع مسافة 770 كيلومتر. الانطلاقة غادي تكون من مدينة سلا، الوصول دوار أتو عزيز نواحي التاروجان، بلاصة فين تزادي فرجة ممتعة. مرحبا بكم في رحلة العودة إلى الأصل. يلا جماعة الباكتاج، دابا راه باقي ما طلعتش الشمس، رفقت بكري. المهم هادي هي البلاصة تحت الشجرة هادي، هنا فين حطيت لاطونت. الطريق دايزة من لهي من لتحت، الحمد لله دازت الليلة مزيانة. غنمشي دابا نتحرك، حيت دابا الطلوع ضربت واحد شوية ديال الطلعة، واحد 100 مترو. دابا ديريكت طلوع مقا طالع طالع طالع، داكشي علاش فقت بكري باش نمشي نبرد. ما طلع راكم عارفين راه قاصحة الصراحة. ايوا نتوكلوا على الله، دابا نشطوا الطريق هاد ديال باكطاج المسائل. خصني الماء، ما عنديش بزاف ديال الماء، غنديباني بهادشي اللي عندي حتى نطلع شويه، اولا يكون داير شي مول الطوموبيل ولا شي حاجه ونطلب منه الماء، هذا هو الحل. يلا بدات كتطلع الشمس واحد شويه، راهي البلاصه فين نعس، شي بلاصه هنا من تحت. دابا الا طلعت درت واحد جوج فيراجات، ايوا باقي ما لا نهايه، ولكن واجد ان شاء الله. خصني الماء، باقي عندي واحد شويه في هاد القرعه وشويه في هاد القرعه. شوف لاطونت كيف ولات موسخه، شي مشكل. اللهم بارك. شوف لا منظر، منظر مع الطلعه، يا سلام. اللهم بارك، يستاهل يستاهل. طلع من جاي من تحت، واحد الكاميو جايب شوية ورايا، كاميو والله داز طلع ديباناني بواحد شوية الماء، باقي بارد بعدا تبردو بيه، نقضيو بيه على ما ندبرو عاوتاني ان شاء الله. يا سلام، اللهم بارك. شوف بلاطو قداش تبارك الله، وليت الفرق بين الاطلس الكبير قامل ليه والاطلس الصغير هو اللي طالع فيه. انا دابا واحد العبيطه، اول عبيطه غادي نلقاها دابا في الطريق هي هذه، ارتاح فيها شويه. خبر سعيد صون عليا واحد الدري سعيد نسبيتو، راه كان تيكون معايا في الفيديوهات هي ما طلع صار جاي طالع الدوار، قلت ليه الله الا سرعتي يجيب لي معاك شي قرعه الماء. دابا هو في تقريبا 44 يجيب لي شي قرعه ديال الماء بارده، غادي طريقو يدوز معايا وهي هذيك يجيب لنا معاه قرعه الماء بارده تبردو. عندي شويه الماء ولكن سخون، دابا شادين طليعه مساحت شويه بهاد العبيطه هادي، ويبدا عاوتاني يطلع، ولكن ماشي مشكل. اصلا راه ضرب زعما بزاف ديال الطريق، ايوا غادي ندقق ان شاء الله تنطلعو اسم دان. واحد الدورة ضربتها جيت من هنا، دارت على الجبل وجيت. كاين اللي غيتسائل علاش ميديروش ها يدوزو الطريق من هنا، طق 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 حتى هنا ممكن يديروها، ولكن راه غتكون طلعة نيت يا بصح. داكشي علاش من الأحسن يدوروها من لهيه، كتكون طلعة صغيرة كتجيك شوية الوطيا عشان يطلع. شنو جاو يطلع ديريكت راه صعيبة. الحاجة اللي ميمكنش مطراش ليا ملي كنجي للبلاد هي الرعيف، كنرعف بزاف. يلا رعفت، او سعيد راه داز، هاهي جاب ليا قرعة الماء، جاب ليا البنان والتمر. ايوا صافي طلع كمل الطريق. انا دابا طالع مبقاش ليا بزاف طلوع، غنوصل لواحد البلاصة نسيت شنو سميتها، وغيبدا شوية غيبدا تقاد القضية. كتفوت هداك الدوار ديال إغيل الروط، كتفوت طلعي يعني دابا تبداو عندك طلعي صغار وهباطي طلعي وهباطي. المهم مشاو دابا داك الجبال وطلعي
صعب. الحمد لله دوزو بخير وعلى خير. غادين السيد كيسيني هنايا استقبالات بدات، تحية ليه. السلام عليكم. الله يعاون. تحياتي. امين. السيد هذا من ايدوسكا، دابا قريب لذاك شوف العز، بلاصة سميتها شوف العز، تما واقيلا غنلقاهم. انا ما شفت واحد الجروب مالي تبان، عاوتاني بدا تبان تيبرصتنا هنا والله. المهم تنشكر كاع الناس اللي فكروا استقبلوني، واللي بان ليهم هادشي اللي جندير يستاهل يستاهل الاعتراف. الحمد لله. ايوا نكملوا. ولكن دابا وصلت لتوف العز، هي هادي فيراج كبير طوار ولكن كبير. انا ارتاح هنايا، تنظن كاين فيليتي سيني هنايا، وما نصور لكم كلشي. كانت شي حاجه هنا راه نصور لكم. دابا ندخل ليه ارتاح ان شاء الله مزيان، عاد باش نكمل الطريق. مابقاش ليه بزاف الدوار ديالنا، بقى ليا شي 15 كيلومتر من هنايا، ولكن انا عييت يعني ضروري خصني نرتاح عاد باش نكمل ان شاء الله نقصي شي حاجه. ايوا هذا هو البلان ان شاء الله وبحوله. كنحييو على هذا البطوله اللي هي شرف بها ايدوسكا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي. كي داير العام اسيدي؟ الله يحفظك. على السلامه خويا. امين. كي داير حبيبي؟ امين عمر. اش اخبارك؟ مزيان. الله يبارك بخير. العائله كلشي بخير. لاباس. السلام عليكم خويا، على سلامتك. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يبارك. الحمد لله اللهم لك. الله يحفظك. نعم سيدي، الاسم ديالك رشيد. رشيد خويا، كيفاش دازت الرحله؟ الرحله مزيانه. مزيانه الصراحه، الرحله مزيانه. وكنحييك على هذه البطوله. هذه البطوله راه كتشرف ايدوسكا كاملين. الحمد لله. وكتشرف الدوار ديال ايتو عزيز والدوار ديال اكردنتيزي. الحمد لله. لان الدوار ديال اكردنتيزي والدوار ايتو عزيز راه دوار واحد. المهم مرحبا مرحبا. الله يبارك فيك. غادي نمشيو غنسبقوك مازال لهي، باش في النقطه اللي غتوقف فيها فاش كتشوف في الدوار ديال اكرد تما غندير لك استقبال ان شاء الله. ندير لك استقبال بالتمر والحليب. الله يكبر بيكم. وغنعطيك واحد الهديه وكل شيء ان شاء الله. الله يكبر بيكم. اوبي يلاه ارتاح شويه انا. ارتاح شوف بس مع الطلع. يلا خرج نشوف العز، خليته ورايا. ودابا غادي الدوار ديالي ان شاء الله. عندي شي 10 كيلومتر دابا من هاد البلاصه هادي فين انا دابا. الله يسلمك الخير عربي. على السلامة. الله يسلمكم. أنا شي بخير. على السلامة. الله يسلمك.
على السلام. باقي وقت الطريق شمزيان راشد واش راك راشد؟ كي داير؟ انا نمر السلام اخي الله يسلمك شي بخير واش هي الشتا هي جات هي جات وانت دا تقلب على الماء ها تقلب على الماء اش قلب عليك واش هي على السلامه الله يسلمك شي من باكاج راشد ها راه من باكاج ما بقى والو دابا صافي راه باش تكشف اه خليه يكمل فيا ساكن من باكاج ديالك سير الله يلاه سير واخا كان باغي تبعك الطريق حيت الهبيطه راه كتدخل الدوار دايرين تما شي استقبال رسمي هادو الناس ديال العائله تقريبا كاملين اللي جاو الدوار تحياتي ليهم واحد واحد اللي كتفرشر فوق وانا راه عييت ولكن مبقاش بزاف بقى شويه ديال الطيعه بقى واحد الهبيطه صافي وانا وصل ان شاء الله Hakkı'nın ekibini ve salak.
الكندوريا 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 يلا سير يلا حي خويا يلا زيدو يلا على شت صفقة شت صفقة شت صفقة على سلامة الممثل المقتدر اللي كيمثل ايدوسكا وكيمثل دوار دوار ايتوا عزيز اللي دوار ايتوا عزيز التوأمة ديال دوار اكرد نتيزي والتحية للجميع. عاش الملك أقرب راه بحال اسمع عزيز شحال هادي ماشي غير دابا الحمد لله والله يرحم الوالدين الحمد لله هاد الشراء القليل في الشخصية ديالك أنت اللي في العناء ديالها من سلال لهنا ولكن لابد ما نعاودو انا بخير هذه واحد الهديه اللي هي هديه اكبر هديه واتمن هديه وهو كتاب الله اكبر هديه واتمن هديه هي كتاب الله كنقدم لها كبير كنقدمها لهاد السيد هذا وكنقول لكم قولوا تكبير الله تكبير الله تكبير هذه هديه متواضعه من حجم الزور كنها هي هديه اكبر قمه واحسن هديه